السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أتمنى لكم السعادة والتوفيق في الدنيا وفي الآخرة، ولا تنسى الاشتراك والإعجاب في القناة حتى يصل كل جديد بفضل الله سبحانه وتعالى. عندنا كل بيت، كل بيت في أي حتة كانت فيه طفل بيذاكر، كل بيت ممكن يكون فيه الراجل بتاعه شغال موظف بيقعد على مكتب، عندنا الأطفال بتذاكر، عندنا شغلنا كله على مكاتب. هقول لك معلومات مهمة جدا، معلومات تفيدك وتفيد الأسرة، معلومات تفيدك وتفيد ابنك ازاي يقعد على المكتب، ازاي يقعد على المكتب وازاي يذاكر. هنقول لك المعلومات كلها، تابعنا ان شاء الله الى نهاية الفيديو تجد كل ما هو مفيد لك ولأسرتك. اول حاجة ما تيجي تذاكر ان شاء الله افرد ظهرك وانت قاعد على الكرسي كده، ظهرك مفروض كده، ظهرك مفروض، لازم يكون ظهرك مفروض. لو ظهرك مش مفروض هتلاقي مع الوقت عملت كده، يبقى انت سنك صغير، مثلا بقى قاعد عندك 16 سنه 18 سنه وماشي في الشارع كده، فين شبابك بقى؟ شبابك راح فين؟ ضيعته، انت اللي ضيعته بايدك. يبقى انت لازم تيجي تقعد على كرسي تفرد ظهر. اولا لازم يكون الكرسي سليم، ما تجيبش بقى كرسي، الكرسي طبعا ليه اربع رجول، تكون رجل فيه مكسوره سنه، تلاقي الكرسي نازل كده سنه، الكرسي عامل كده، ما ينفعش. لازم ما تيجي تقعد على كرسي عشان تذاكر يكون الكرسي سليم. سليم ايه؟ سليم رجول وسليم شلته، ما تكونش الشلته مثلا ايه اللي انت قاعد عليها بتاعت الكرسي، تكون مثلا ايه فيها حته مقطوعه، سفنجه مقطوعه، او يكون الكرسي مثلا فيه مسمار مش هيريحك. يبقى انت لازم تقعد وانت بتذاكر وانت شغال، تشتغل على مكتب، لازم يكون الكرسي سليم، ما يكونش الكرسي بيروح وبيجي. دي برضو معلومات مهمة جدا وأساسية عشان تذاكر، لازم يكون الكرسي سليم 100%. كمان حاجة، لازم يكون الكرسي مناسب مع المكتب، ما تجيبش كرسي عالي، كرسي عالي وتقعد وتذاكر. لو جبت كرسي عالي وجيت بتذاكر هتلاقي نفسك بتوطي جامد، لا، يبقى لازم الكرسي يكون مناسب للمكتب، يكون ارتفاعه مناسب للمكتب. تقعد يبقى في بينك وبين الورقة اللي انت هتكتب بيها حوالي 25 سنتي، وتقعد ويكون الكرسي ريح. انت ان شاء الله بتخلي الكتاب او الورقه اللي هتكتب بيها بينك بين عينك وبين الكتاب حوالي 25 سنتي، يبقى انت كده ايه تقريبا، يعني يبقى انت هتريح عينك وهتريح رقبتك وهتريح ظهرك، وتبقى داخل جوه كده في الكرسي. لو مفترض انت بتحب تقعد على طرف الكرسي مثلا شويه، هيبقى ورا الكرسي فاضي، هات لك مخده حطها ورا في ظهر الكرسي وظبط نفسك في قعدتك. دي قاعدة صحيحة، لازم تقعد قاعدة كويسة عشان تستفيد والمعلومة تخش في دماغك ايه مظبوط. وانت بتذاكر ما تحطش ايدك بقى كده، ايدك كده تعمل كده، تقعد تهرش في شعرك، تقعد تهرش في حواجبك، ما ينفعش. وانت قاعد بتذاكر تقعدش بقى تعمل كده، عندك دمل ولا حاجة تقعد تفرقع في الدمل وانت قاعد كده، لا، خليك وانت ذاكر ركز في المذاكرة، ركز في المذاكرة عشان تستوعب اللي انت بتذاكره اللي انت بتقراه. ولما تيجي ان شاء الله تقعد على المكتب بتحط بقى ايه المرفقين على المكتب كده، تاخد راحة، تبقى انت ايه مستريح، ما تحطش مثلا ايدك تبقى كده والمكتب عالي، لا، يبقى لازم المكتب مظبوط معاك. وفي حاجة تانية كمان، في الشتاء بيبقى المكتب ساقع، المكتب بيبقى سطحه ساقع، يبقى لازم تفرش مفرش على المكتب عشان السقوعية ما تضرش ايدك وانت حاطط ايدك كده، تلاقي ايدك تلجت. يبقى انا اوفر طرق الراحه، سبل الراحه، عشان اعرف اذاكر، عشان اعرف اشتغل على المكتب. حاجه تانية بتحصل الاولاد كلها بيعملوه، يجي يقعد على الكرسي وقاعد لك على طرف الكرسي، ها، ويروح ممرجح الكرسي كده لقدام، يخلي الرجلين اللي ورا بتوع الكرسي مرفوعين، او يروح قاعد ضارب رجله في الحيطه ويروح مرجع الكرسي لورا، ابي يذاكر، يقعد بيعمل ايه؟ مرجح. الحاجات دي كلها طبعا بتأثر على العمود الفقري، الحاجات كلها غلط. ممكن هو بيعمل كده على الكرسي يروح مقلوب على راسه، متعور في راسه، ومتعور في حته خطره جدا، الجزء ده ممكن وانت شغال كده الكرسي بتتمرجح تروح واقع واخد لك خبطه ايه ورا. يبقى انت لازم تقعد على الكرسي مظبوط والكرسي ما يتحركش، انت هتقعد تتمرجح بالكرسي الكرسي هيتفكك من بعض. انت ذاكرت فتره طويله، ريح لك مثلا ايه قيمه 10 دقائق، لما تيجي تريح ال 10 دقائق كده ايه، ممكن تتمشى في البيت، ممكن تكلم والدك والدتك اخواتك عشان يبقى في تقالف برضه بينكو، عشان يحسوا بيك ان انت موجود في البيت. 5 دقائق تريحهم، 10 دقائق تريحهم، ممكن مثلا تريح تشرب لك حاجه سخنه، حاجه مفيده، بس الحاجه السخنه اللي تشربها من غير سكر، تاكل لك فاكهايه، تشرب لك مثلا كوبايه قهوه، كوبايه قهوه ايه زي ما احنا تعودنا بنشرب القهوه كشري، اغلي ميه وحط عليها
معلقة قهوة أو نص معلقة قهوة وتقلبها وتروح عاصر عليها إيه ليمونة وتسيبها شوية تهدى وهتشرب المية الصفراء والقهوة تترسب إيه تحت. ده مشروب مفيد جدا 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 في المذاكرة، يخليك ولد، يخليك تحفظ أي حاجة، يخليك تحفظ أي حاجة عندك. كل فواكه وانت شغال، وانت شغال كده بلحتين تلاتة كده ايه تروح ايه قلبهم، عندك تفاح تروح واكلها وانت شغال، يبقى انت كده خدت ايه سكر طبيعي وانت شغال، وانت بتكتب الواجب، وانت بتذاكر خدت سكر طبيعي. ما تعملش بقى شاي وتكتر وتعمل سكر وتقلب وتقعد تشرب تشرب تشرب، يبقى هتضر نفسك. يبقى احنا مشروباتنا كلها وانت بتذاكر، مشروباتنا كلها في البيت عامة من غير سكر. عاوز سكر كل فاكهة، وممكن كمان ايه تاكل خضروات، شوية مثلا شبت بقدونس الحاجات الجميلة دي والدتك في البيت او والدك، او انت تقوم تعملهم عصير، تعمل لك كوباية عصير اخضر كده تشربها تصحصح دماغك، تخلي دماغك حديد، تخلي عندك ذاكرة مية مية. كوباية عصير مثلا جرجير، كوباية عصير مشكل بقدونس على كزبرة على شبت، ظبط نفسك وشغل نفسك، خاف على نفسك وخاف على مستقبلك وذاكر وغذي نفسك. ومن ضمن المشروبات الكويسة المفيدة عندك القرنفل، عندك الحبهان، عندك الشاي الكشري من غير سكر، عندك القهوة اللي احنا ذكرناها دي، مشروبات كلها منبهة وحاجات جميلة. وفي طبعا اوميجا 3 دي حاجة كويسة جدا بتنشط المخ، يعني ممكن تاخد لك كل يوم ايه واحدة اوميجا 3 تخلي مخك مية مية. بس ده طبعا ايه للشباب اللي فوق 18 سنة، ياخد لهم ايه واحدة يظبطوا دماغهم يخلوها مية مية، تبقى ذاكرة حديد ان شاء الله. وانت بقى بتريح في وسط المذاكرة كده، في عيال صغيرة يقول لك واحنا بنريح في المذاكرة يقول لك ايه يا عيني يا ليلي يا عيني يا ليلي مش عارف ايه، لا ويقول لك ايه مثلا كان بيتفرج مثلا على ماتش ولا حاجة يقول لك ايه هجمة حلوة وهو بيذاكر. لا، وانت بتذاكر ريحت تقول ايه لا اله الا الله محمد رسول الله سبحان الله، تذكر الله تذكر الله عشان ربنا يثبت لك المعلومه في دماغك. في عيال صغيره وعندنا يقعد يعمل لك كده، يقعد يعمل لك كده خلاص وهو قاعد خلص المذاكره يقعد يعمل لك كده. ما ينفعش ما ينفعش. انت الوقت الراحه اللي فيك، الوقت اللي انت خلصت فيه المذاكره ده، يا عم حط مصحف جنبك، حط مصحف جنبك للمسلمين، حط مصحف جنبك واقرا لك ايه صفحه في الراحه بتاعتك عشان تقوي عينك كمان، بص في المصحف عشان يقوي نظرك. بس كده هتلاقي نفسك ما شاء الله من الاوائل. ولازم يكون عندك تحفيز، التحفيز ده من الاهل والتحفيز من نفسك. التحفيز من نفسك ايه هو التحفيز من نفسك؟ عندك مثلا في اهلك تلاقي في واحد دكتور، واحد مهندس، واحد ما شاء الله محامي، عندك في جيرانك واحد محامي، مثلا عندك في التلفزيون وانت تتفرج مثلا على التلفزيون لقيت راجل دكتور، رئيس راجل محامي، رئيس راجل مهندس، راجل ما شاء الله منصب كويس متعلم كويس. انا لازم عندك تحفيز لايه؟ اللي انا ان شاء الله اقدر اوصل زي الراجل ده، ربنا يبارك له ان شاء الله، لازم اتعلم ابقى دكتور، لازم اتعلم ابقى مهندس، لازم اتعلم كويس ابقى محامي، لازم اتعلم كويس عشان اخش سلك النيابه، ابقى قاضي، ابقى مستشار. يبقى انا لازم يكون عندي ايه دافع، عندي دافع كبير. زي لعيب الكوره، واحد بيروح يتدرب في نادي شعبي، نادي على قده، هو في دماغه عاوز يبقى زي مين؟ زي مثلا محمد صلاح، عنده امل وعنده حافز يجي يلعب، يفكر ايه محمد صلاح عاوز اعمل زي محمد صلاح. يبقى انت لما تيجي تذاكر فكر نفسك باحمد زوير، لما تيجي تذاكر فكر نفسك بمجدي يعقوب. يبقى انت كده ايه في دافع، في دافع اللي انت تذاكر وتبقى شاطر. شوف الناس تعبت ووصلت دكاتره ووصلت مهندسين، لازم انت تتعب في حياتك. هتتعب ايه؟ هتتعب لك سنه اتنين تلاته، قول عم اعدهم لك، تلاته في الاعدادي وتلاته في السنه، تعبت تعب جامد جدا، بدات الراحه ايه تجيلك، دخلت الكليه اللي انت عاوزها. بس فاضل لك كام سنه؟ فاضل لك 4 سنين، فاضل لك 7 سنين، هتذاكر فيهم هترتاح، هتجيب لك شقه، هتجيب لك فيلا، هتجيب لك عربيه، هتجيب لك ما شاء الله ربنا يرزقك بزوجه كويسه، او انت ربنا هيرزقك بزوج كويس. يبقى انت اجتهدتي ولقيتي، اتعب شويه مفيش، هم 6 سنين هتتعب فيهم هتوصل، هتوصل وهتوصل اهلك معاك. ممكن واحد يقول لك ايه انا بذاكر 6 ساعات، واحد يقول لك انا بذاكر ساعتين، واحد بيقول لك انا بذاكر 10 ساعات، واحد بيقول لك انا بذاكر ما بفهمش. الاختلاف ده اقوله من ايه؟ الساعه البيولوجيه في الدماغ بتختلف من فرد لفرد.
ده بقى عطاء الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. في ناس بتحب تذاكر الصبح، وفي ناس بتحب تذاكر الظهر، وفي ناس بتحب تذاكر بالليل. واحد يقول لي بقى ايه احسن وقت في المذاكرة؟ ايه احسن وقت في المذاكرة بالنسبة ليا؟ انت بتصحى الصبح بتبقى نايم، مخك مرتاح، نايم طبعا، مفيش اضاءة عندك في الأوضة، نايم ما شاء الله مية مية، جسمك ما شاء الله عمال يفرز هرمون السعادة وانت نايم. بتقوم بتصلي، بتقوم بتغسل وشك، بتقوم تفطر، بعد كده بتذاكر، بتلاقي قوة استيعاب عندك عالية جدا. طبعا دي بتختلف من فرد لفرد. اما تيجي طبعا تختار الوقت المناسب في بيتك، انت عاوز تذاكر، عندك مثلا عيال صغير، الواد الصغير ده بيعمل دوشة الصبح، يبقى انا ما ذاكرش في الدوشة دي، استنى شوية. الواد ده مظبطين له مثلا في البيت بينام الظهر، وانا مثلا باجي من المدرسة الظهر راح انا شغال الظهر اذاكر. دي طبعا فروق فردية، انت بتظبط نفسك مع البيت، بتظبط نفسك مع الشارع، ممكن الشارع بتاعك يكون فيه ورش وفيه معدات وفيه حاجات شغال، وقرب منك في مصانع ولا حاجة، يبقى انت بتظبط نفسك في الوقت اللي انت بتذاكر فيه. ممكن تذاكر بالليل، يبقى في سكينة بالليل تعم على البلد كلها، على الناس كلها، تبدأ انت بقى ايه تقوم وتذاكر. أفضل طريقة للمذاكرة بالنسبة ليا أنا جربتها الحمد لله. لما تيجي تذاكر ما تقعدش تمسك ورقة بقى أو تمسك كتاب تقعد تقرأ، واللي يسألك يقول لك أنا بذاكر، محمد علي فتح مش عارف إيه، ما ينفعش. لازم لما تيجي تذاكر يكون معاك ورقة وقلم، تقرأ من الكتاب وتكتب في الورقة، تقرأ من الكتاب وتكتب في الورقة، يبقى أنا كده استفدت استفادتين. الاستفادة الأولية، الاستفادة الأولانية اللي أنا عرفت المعلومة دي حلها إيه. الاستفادة التانية اللي أنا حسنت خطي، خليت إيدي تكتب بسرعة عشان وقت الامتحان، يبقى أنا حسنت خطي بالكتابة. أنا ذاكرت، بعد ما ذاكرت أروح كاتب لنفسي السؤال من الكتاب اللي أنا بذاكر فيه، وبعد كده أروح حالل الإجابة أنا اللي حللها، يبقى أنا كده عرفت أحل الإجابة بتاعت السؤال، وأروح مراجع على الإجابة من الكتاب مظبوطة، خلاص الحمد لله. ودي في كل مادة أعمل كده، أجي في آخر الأسبوع أروح مجمع كراسة لكل مادة، أروح عامل فيها سؤال 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 سؤال، وأروح إيه عامل الإجابة بتاعته، بعد كده أصحح لنفسي وأدي لنفسي مدة معينة، ساعة ساعتين ساعة ونص للإجابة، أبقى أنا كده حليت الأسئلة اللي بتدور حول المنهج، اللي بتدور حول الدرس كله، وأجيب كتاب أو ألم الكتب اللي فاتت كلها بتاعت الامتحانات، وألم الأسئلة المتشابهة دي كنا إحنا بنعملها في الجامعة، وأروح حللها. لما أجي مثلا أجمع لي حوالي 20 سؤال في كل مادة متشابه أو 30 سؤال، هيطلع مني سؤالين ثلاثة في الامتحان، يبقى أنا كده إيه ذاكرت. هي دي أفضل طريقة للمذاكرة. برضه معلومة مهمة جدا، لازم وانت قاعد على المكتب لازم تنظفه، ما تسيبش الورق كله داخل في بعضه والكتب كلها داخلة في بعضها. أنا أرص كتبي رصة جميلة كده على المكتب عشان يفتح نفسي، أحط مفرش على المكتب يفتح نفسي وأبدأ بقى إيه أذاكر. هقول لك برضه حاجة بسيطة جدا وحاجة مفيدة، كل دلوقتي عنده موبايلات حديثة ما شاء الله، وكل دلوقتي بيخش على اليوتيوب وبيفتح اليوتيوب، أنت وانت قاعد فاضي كده بتاكل، كل دلوقتي عنده تليفونات حديثة، موبايلات حديثة، معاه ايفون حديث، وانت قاعد بتاكل افتح الدرس اللي انت مثلا ذاكرته قبل كده قبل الاكل، افتح الدرس وحط التليفون كده بعيد وما تبصش في التليفون، اسمع، خلي السمع في ودانك وانت بتاكل، يبقى انت استفدت، ما ضيعتش وقت. التليفون شغال على الدرس اللي انت ذاكرته قبل كده، خد منه معلومة، خد منه معلومة، خد منه معلومة وانت بتاكل، يبقى انا كده استفدت من الموبايل بتاعي استفادة كويسة جدا. أهم حاجة برضو وانت داخل تذاكر لازم يكون وضع المكتب كويس، يعني مثلا ما تجيش تحط المكتب في وش الباب، ما ينفعش، تكون وضع المكتب كويس والإضاءة اللي جاية عليه ما تكونش عاملة خيال، يعني انت مثلا ما تجيش تقعد كده تلاقي خيالك نازل على ايه؟ نازل على الورق اللي انت بتكتب عليه، ده ما ينفعش، ده هيوجع عينك وهيخيلك. يبقى انا لازم احط المكتب في وضع كويس، اخلي الاضاءه ما تعملش ليا خيال على المكتب، يبقى دي كده ايه وضعيه المكتب، وضعيه سليمه، مكتب في حته كويسه، في اضاءه كويسه، تبقى قاعده كويسه، وتخلي تحت رجلك فرشه، تخلي تحت رجلك سجاده، او تلبس شبشب، ما تحطش رجلك على البلاط عشان ما تسقعش. وانت بتذاكر حسيت بالنوم تعمل ايه؟
عندك حلين مهمين جدا: تغسل وشك بشويه ميه، وعندك الحته دي في القفا، الحته دي حط عليها شويه ميه، اغسل ايدك كده وبللها بشويه ميه، تلاقي نفسك صح. خلي بالك معلومه مهمه جدا: القعده الكتير على المكتب بتعمل شد في عضلات الفخده الاماميه وكسر في عضلات الفخده الخلفيه، بتخلي عندك الفخده الاماميه كده شد فيها على طول وانت قاعد، وعندك تحت هنا في العضله الخلفيه للفخده بتقصر. يبقى انت لازم تتمشى كل شويه ساعتين كده، تتمشى تاخدها ايه رايح جاي، تعمل لك شويه تمارين مشي في المكان، او افرد نفسك على الارض، افرد نفسك ظهرك على الارض وشد نفسك كده، شد جسمك كده مره اتنين تلات، او لو انت عندك حته واسعه عندك صاله افرد ظهرك على الارض وشد نفسك وحاول تعمل ايه تلف كده في الارض لف كده. والجلوس لفتره طويله بتعمل ضغط على العمود الفقري، تعمل على اندفاع الدم في القدمين. معلومات بقى خطيره، معلومات خطيره هي دي الخلاصه: ما تجيش تذاكر وانت قاعد على السرير عشان ما تنامش، ما تذاكرش على السرير خالص، حاول وانت بتذاكر يكون ما جنبك ازازه ميه وكوبايه، اشرب لك كوبايه اتنين تلاته على فترات كده، لازم تشرب ميه عشان تصحصح دماغك، لازم تشرب ميه عشان ما يجيلكش صداع. خلي بالك معلومة دي مهمة جدا. ولو هتشرب عصير وانت شغال ما تشربش عصير فيه سكر، ما تشربش عصير، ما تشربش مواد غازية وانت شغال وانت بتذاكر. عاوز تشرب اشرب عصير طبيعي، عصير فريش، اضربه عندك، اضرب خلي والدتك والدك يضربوه في الخلاط وتشربه. لازم ان شاء الله تنام نوم جيد، حاول تنام نوم جيد، وتكون الاوضه اللي انت نايم فيها ما فيهاش اضاءه وانت نايم عشان تستفيد، نام لك مثلا من 6 ل 7 ساعات نوم كويس كده، وقوم ان شاء الله ايه ذاكر بقى. لو واخد على القيلوله قبل صلاه العصر، قبل صلاه العصر تنام شويه، الناس اللي مش عاوزه تنام ما تنامش. في معلومه مهمه جدا اقولها لكم: الاولاد اللي بياخدوا دروس، الاولاد اللي بيروحوا ياخدوا دروس، وخاصة البنات، بتعمل ايه؟ بتيجي الدرس مثلا ميعاده الساعة 5، تيجي الساعة 3 بتحضر للدرس بتاع الساعة 5، يبقى هي ضيعت دلوقتي 3 و4، ضيعت ساعة، ساعة ونص، ضيعت ساعتين، ضيعت ساعتين قبل الدرس. تلبس وتقلع، تقلع وتلبس، اللبس ده مش ماشي، اللبس ده مش جاي على كده، اللبس ده عاوز يتكوي. يبقى انا قبل ميعاد الدرس انا احدد ليا ميعاد درسي مثلا الساعة 5، همشي مثلا ربع ساعة، يبقى احط لنفسي 10 دقايق قبل الربع ساعة، يعني 5 الا ربع، يعني قبل ميعاد المشي بالدرس مثلا بربع ساعة اخد نفسي اخد ايه مثلا اخد 10 دقايق قبل الربع ساعة البس فيه. انا كده هضطر البس اي حاجة عشان امشي اروح الدرس. اما لو انا خدت الفرصة قدامي طويلة ساعتين، البس، غير، اقلع، اكوي، غير شعرك، ظهرك، بقك، عينك، مش عارف ايه، كتابي، مش كتابي، شنطتي، الحاجات دي كلها هتضيع في الوقت. انت داخل على شهادة ثانوية عامة، داخل على شهادة اعدادية، داخل مثلا على شهادة في الكلية، في الكلية ده يبقى مخه ان شاء الله كبير. يبقى انت لازم ما تضيعش وقتك، ما تضيعش وقتك، الوقت مهم جدا. نتيجة الوقت المهم هتلاقيها لما تنجح وتاخد شهادة وتبقى كويس. نتيجة الوقت اللي انت بتضيعه ممكن تيجي على نص درجة، على ربع درجة، تبقى انت مثلا في اسماعيلية والكلية بتاعتك مثلا اللي انت كنت عاوز تدخلها في اسماعيلية نص درجة فرقت، رحت الكلية ايه في أسوان، يبقى انا عشان خاطر نص درجة اروح في كلية في أسوان، ده ليه؟ عشان انت غلطان وانت غلطان، ضيعتي وقتك، ضيعتي وقتك. قبل ما تروحي الدرس ضيعت وقتك ساعتين، قبل ما تروحي الدرس ضيعت ساعتين ثلاثة، وانت جاية من الدرس تتلكعي، او انت جاي من الدرس تتلكع تقعد تهزر مع زمايلك، ضيعت وقتك. لا، ده انا اخلص واجي من الدرس على طول اروح قاعد على طول على المكتب، اروح مذاكر الدرس اللي انا خدته وحل الاسئلة بتاعته عشان المعلومة تثبت في دماغي. يبقى ده كانت الطريقة المثلى في المذاكرة، وإن شاء الله، وبرضو إيه في القعدة على الكرسي على المكتب، إن شاء الله نتمنى لكم السعادة والتوفيق، ونتمنى لكم النجاح. في دعاء أقوله لك إن شاء الله: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.